واصل مجلس الشيوخ عقد جلساته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ناقشت الجلسة طلبا خاصا من عدد من النواب بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس بهاء الدين أبو شقة لاستكمال نظر مشروعات القوانين على جدول أعماله. الجلسة ناقشت طلبا خاصا من عدد من النواب بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية. وخلال الجلسة استعرضت الحكومة أهم الإنجازات ومشروعات استصلاح الأراضي، فضلا عن إنشاء العديد من المشروعات الزراعية في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن قطاع الزراعة في مصر يشهد مزيدا من الفرص الاستثمارية. وفي نهاية الجلسة قرر مجلس الشيوخ إحالة المناقشات للجنة الزراعة لإعداد تقرير بشأنها ورفع الجلسات حتى الخامس من مارس المقبل.